بسم الله الرحمن الرحيم. حديث خطير جدا، ان الله كتب الاخلاص والاتقان على كل عمل، فمن الناس من يعمل بالعمل في السر فيضاعف الله له 70 ضعفا، ثم لا يزال الشيطان به. الحديث ده فيه ضعف شويه لكن معناه صحيح، وهو في صحيح في ضعيف الترغيب والترغيب، لكن معناه صحيح وحديث خطير. ثم لا يزال الشيطان به حتى يحدث به بين الناس، يعني نوع من التفاخر، فيمحى 70 ضعف ويكتب عمل في العلن. ثم لا يزال به الشيطان حتى يحدث به مرة أخرى بين الناس فيكتب رياء ويمحى الأجر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كثير من الناس إلا من رحم ربه ورحم ربي يقع في هذا الخطأ، فده ربما بعد يوم بعد شهر بعد سنة من العمل الصالح يتكلم، يقول وهو قاعد في وسط الناس يجي الكلام يجيب بعضه، يروح قايل والله ده فيهم قمت معظم الليل او قلت الليل كله، صليت بكذا، صليت بجزء من القران، ده رحت وديته. هو بيقول من طبعا هو انسان، ابن القيم بيقول الانسان لا يستطيع ان يحكم على نيته، فكيف يحكم على نيه غيره؟ ابن القيم كان بيقول كده، منين تعرف نيه غيرك؟ فاذا كان الانسان ما يقدرش يحكم على نيته، فانت مش عارفك بنيتك ايه؟ الانسان غالبا بيبقى عايز يتباهى ويتفخر، فيتباهى ويتفخر بالعمل اللي باه بين الناس، الكلام جابه في عمله، فتكون النتيجه ما كانتش، وكان العمل ده مخبوء بينه وبين رب العالمين، يتحول العمل الى علن ويبحث 70 ضعف. وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، كانوا بيديك فرصه، بعدين يا لا يزال شبيه الشيطان مره اخرى حتى يبحث الاجر كله ويكتب رياء والعياذ بالله. فطب الانسان يعمل ايه؟ يستغفر الله. اذا لسانك زلف وكلمت على اي عمل على طول تستدرك وتقول استغفر الله العظيم، استغفر الله، اللهم كنت تكلمت بسفه وجهل عن هذا العمل فاغفر لي، اللهم كنت محوت الاجر فاكتبه لي مره اخرى، استغفر الله العظيم. يوم ربنا سبحانه وتعالى القدير الغفور قادر سبحانه وتعالى يكتب له لك مره ثانيه ويغفر لك كلامك. واتبع هذا باي حسنه، طلع 5 جنيه لله، طلع حاجه لله، عشان حتى يحافظ الله سبحانه وتعالى على حسناتك ولا تضيع الحسنات، يكون عمل صالح كبير ويضيع بسبب كلمه تتفوه بها من فمك. الحديث خطير، كلنا خلي بالنا ان كثير جدا من الناس بيقع في هذا.